أخبار اليوم. حساسية الصدر، واللي دايماً كل أب وكل أم أنا ابني عنده حساسية بيتخض، رغم أن حساسية الصدر بنقول أن 30-40% من الأطفال بيعاني من نوع من أنواع الحساسية. إذن ده مش مرض، بقى الموضوع شبه طبيعي. بنقول قرب نص الأطفال تقريباً عندهم حساسية في الصدر. يعني ايه حساسية صدر؟ حساسية صدر هو تفاعل الشعب الهوائية والجهاز التنفسي بأشياء لا نتفاعل معها نحن، بمعنى ان انا لو الطفل لو انسان عادي وخرج كان خد دش او خد شاور وخرج بره حصل له نوع من انواع الانتكاسة في الكحة والاكرو، ده الطفل اللي عنده حساسية. الطفل الطبيعي ما بيتأثرش بده، انا شميت برفان مش هيحصل لي حاجه. الطفل عنده حساسيه يشم البرفان يحصل تهيج في الشعب الهوائيه وتفاعلات معينه بتؤدي لحدوث هذه الازمه او ضيق الشعب. حساسيه صدر تعريفها العالمي غير واضح الى الان، لكن هي تكرار الكحه المزمنه الليليه، تكرار ضيق الشعب، وتكرار يا جماعه هنا تحتها 30 خط. مش كل طفل حصل له ضيق في التنفس يبقى عنده حساسيه او حساسيه مزمنه، لانه في عندنا درجات للحساسيه. فبالتالي عندنا كحة ليلية، عندنا أزمة شعبية وضيق شعب هوائية، كحة تقعد فترة طويلة بدون ظهور أعراض أخرى، كل ده علامات حساسية الصدر. نقول إن حساسية الصدر طبيعتها في الأكل مهمة جدا جدا جدا. كل الأمهات وكل الآباء أول ما الطفل ده الطبيب يقول له خبر ده ابنك عنده حساسية في الصدر غير الصاعقة اللي نزلت عليه هيبدأ يقول هأكله، هوقف المانجا والموز والفراولة واللبن وهو الآخر. هذا كلام غير علمي، الطفل يأكل كل حاجة ويمارس كمان الرياضة بطبيعته، لأن الحالة النفسية للطفل مهمة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، كل الأشياء دي لا تؤثر إلا في نسبة 10% من الحالات. يعني لو عندنا 100 حالة في 10 بس بيتأثروا بالأكل، ودي تعرفها الأم وبنعرفها بالتجربة والاستبعاد. يعني الطفل دوت كان فراولة فكح منها يبقى بلاش الفراولة. يبقى ممنوعات الأكل في الحسية لا يوجد إلا وتحتها خط، إلا إيه؟ إلا إذا الطفل دوت عنده حساسيه فعليه من الفراوله، عنده حساسيه فعليه من المانجا، وفي هذه الحاله بنمنع المانجا بس، الفراوله بس، مش كل الممنوعات. مهم جدا يا جماعه نقول انه حساسيه الصدر مش في علاجها في موسعات الشعب ولا ادويه الحساسيه ولا جلسات البخار. وجلسات البخار بالمناسبه من الحاجات اللي ما تخوفناش، لان ما فيهاش مشكله وما لهاش مضاعفات وما عندناش اي مشكله. حتى لو الطفل ده لسه رضيع ممكن ياخد جلسات بخار ما لهاش اي مضاعفات تماما. كذلك الحاجة المهمة والنقطة المهمة ان الطفل دوت لازم لو عنده أزمات متكررة او كحة متكررة لازم ياخد علاج اسمه علاج وقائي، والعلاج الوقائي ده بيبقى درجات وانواع، بنوصل لدرجة البخاخة ونقطة تحت البخاخة وشرطتين تحت البخاخة. البخاخة ما فيهاش مشكلة الا لو الطفل دوت سنه اقل من 6 شهور، فوق 6 شهور الطفل دوت ممكن ياخد البخاخة بدون اي مضاعفات، وبتقلل الازمات وبتقلل استخدام الكورتيزونات وبتقلل استخدام الجلسات وبتقلل استخدام المضادات الحيوية. اجماليا حساسية الصدر 40% من الاطفال عندهم حساسية في الصدر، لازم ناخد علاج وقائي، مفيش اي اكل ممنوع تماما في حساسية الصدر الا الطفل لو عنده مشكلة في هذا النوع من الاكل. فبالتالي اهم حاجة علاج الحماية، علاج الوقاية الى درجة البخاخات، ما تخافيش. وحساسية الصدر في معظم الحالات ان شاء الله على 6 سنين بتلاقيها مش موجودة.